ذنبه حيسكني حيسكني شن ذنبه طلع لي معسكر طلع لي اي حاجه حوش بجن ما فيش شن هي ليه الانسان شهداء شهداء من اجل قليبيا شهداء شهداء من اجل قليبيا شهداء قصف قصف حج جاري من الثلاث طوابق والطيران كان قصف جوي عند الساعة تقريبا الواحدة والثلث مساء هذا اليوم اللي هو يوم الأحد يوم الأحد هل ألحق أضرار؟ ألحق أضرار كثير ألحق والملحش كامل وهذا السداد تطلع عليه وش بس تطلع عليه وما أداه اليوم 18 سنة في أي ساعة تقريبا؟ الساعة الواحدة والثلث واحدة وربع كل ما يجوا ما فيش معسكرات كنت تمام كنت أنا نام ولا توجد أي معسكرات بل هي أحياء سكنية أي سكن أي سكن كامل شو اسم هذا المكان؟ مكان اسمه سوق الجمعة عرادة طريق عرادة بجنب من المدرسة بجنب المصوصة نحن لا أدري لا أدري ما بيهدرنا نحن موجودة هل تعرف؟ طبعا في ناس اصابات ثانيه في ناس جرحى في الصاله تو تشبحون باذن الله وهذه حمايه المدينه اللي يحكوا عليها طبعا ناس راقده جاهم القصف من حلف النيتو لمنطقه فاء طبعا معسكر لفاها حاجه عسكريه طبعا احياء عاديه مدارس منطقه مدنيه هذه يحكوا عليها يقولوا حمايه المدنيه أنا نبي نوجه رسالة للبنغازي يعرفوني اللي طلعت في الليبية قبل مهند الدالي معروفين كنا وعندي أصدقائي غادي واللي تعرفني مزبوط توا ويتذكر واللي شافني المدة اللي فات في الليبية ووجهت رسالة له البنغازي أنا نوجه فيها اليوم اليوم استهدفت أنا في منزلي وعائلتي وآمنة وكنت ندرس أنا وجاري في الشارع أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم ليستهدفوا بالمدنيين 100% لازم العالم يتحرك ومجلس الأمن يتحرك لازم يتحركوا واخواننا في مصراته يكفوا الدم قبل ما يقتلونا ميتين ميتين احنا ميتين ميتين احنا وصلنا لمرحله يعني يقصف مدنيين ما فيش نقاش
لازم ليبيا من الشرق للغرب تتحرك، نحلوا مشاكلنا بروحنا، ما نبوش تدخل اجنبي. اقسم بالله الا في البيت الصاروخ نزل في البيت، والله طفله عمرها 4 شهور يا اخوان، 4 شهور مش معقوله. يعني عندي لشيء وخي اني راقد في حوشي، عندي لشيء معمالي، يعني عنديش على الحوش لين سقف طح علينا، عندي لشيء اخوي مع شقاته عائلة كاملة، أني أختي وصغارها ما شقيتهم، لحقت عليهم أني أمي وأبوي. أخوي أني طلعت من تحت الشهادة ومن ديش عليش نصير في حي ولا ميت، الثاني ملقتاش. Gaddafi would leave to make people wish that everything is finished so quickly in the leadership of this country, and they become even more insistent. ولكن نقول لهم احنا ان شاء الله صامدين وما عندناش الا اخر كلمه نقولها، الله ومعمر ليبيا بس، ولو نفنى على بركه بنا لن نتراجع ان شاء الله، ونصر قريب باذن الله. الآن مع تقرير الساعة الخبرية والزميل محمد حديد. ولم لا؟ فالجزيرة الجريرة لم تستغفر ربها بعد، وربما لن تستغفره. هذه هي مشاهد الدمار في حي عرادة بسوق الجمعة في طرابلس العاصمة، والتي تبعد عن منطقة الدافنية المدخل الغربي لمدينة مصراتة 200 كيلومتر شرقا. حلف الناتو استهدف هذه المنطقة الآهلة بالسكان، وهذا رد على إسقاط قوات الشعب المسلح أباتشيه الرابعة التي كانت تحلق فوق سماء ليبيا، مما تسبب في استشهاد العديد من المدنيين، واضطر الحلف لأن يعتذر على استحياء. غير أن قناة الجريرة لم تستحي ففعلت ما تشاء ونشرت الخبر، ولسان حالها يقول: إن كان مني فصدقوه، وإن كان من غيري فكذبوه. فخبري أنا الجريرة يحتمل الصدق فقط لا غير، وكأنه قرآن منزل، ونحن نستغفر الله على ذلك 1000 1000 مرة في اليوم. فجغرافيا الخبر عند الجريرة لما يلتئم بعد، فكانت خلاصة الخبر: لا فرق إن كانت منطقة سوق الجمعة هي دافنية مصراتة في طرابلس. من أجلك يا ليبيا شهداء شهداء، من أجلك يا ليبيا. قصف حوش جاري من ثلاث طوابق والطيران كان قصف جوي عند الساعة تقريبا 1:00 أو 3:00. هذا اليوم اللي هو يوم